بداية يسعدني أن أرحب بكم جميعا باسم منظمة العمل العربية، وأن أنقل لكم تحيات معالي السيد أحمد محمد لقمان المدير العام للمنظمة، وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح في كان بودي أن يحضر معكم على الأقل يعني حفل افتتاح هذه الندوة، لكن انشغالات طارئة حالت دون ذلك. وشرفني بتكليفي بإلقاء كلمة معالي أمامكم، واسمحوا لي أن نبتدي افتتاح أعمال هذه الندوة بكلمة السيدات والسادة، ممثلو أطراف الانتهاك، السادة الخبراء، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا وأن أعرب لكم عن الشكر والتقدير على تلبيتكم الدعوة للمشاركة في أعمال هذه الندوة الهامة بشأن التباحث حول مختلف الجوانب ذات العلاقة بأوضاع مكاتب ومنظومة التشغيل في البلدان العربية، والتي تعقدها منظمة العمل العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية البلد الثاني للأشقاء العرب. يأتي تنفيذ هذا النشاط ضمن خطة عمل المنظمة لعام 2014 وفي سياق جهودها المتواصلة للمساهمة بفاعلية في رفع كفاءة وخبرة مسؤولي مكاتب التشغيل وتطوير منظومة التشغيل والتدريب في الدول العربية، والوقوف على الثغرات والمعوقات التي تواجه أقسام وفروع مكاتب التشغيل وإيجاد حلول مناسبة لتطويرها وتنمية قدرات وأداء العاملين فيها من أجل مواجهة البطالة وخلق فرص عمل جديدة. السيدات والسادة، نجتمع اليوم في ظل تحديات وظروف ومستجدات عربية وعالمية بالغة الصعوبة. في لوح ما شرف وجهك في أكثر من قطر عربي، أبرزت جسامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الوطن العربي. لقد أصبحت قضية التشغيل والبطالة حقيقة وواقع في جميع البلدان العربية دون استثناء، ولم يعد ينظر إليها كظاهرة مزمنة تعاني منها بعض الدول كثيفة السكان وقليلة الموارد، بل انتشرت إلى جميع البلدان العربية. الأمر الذي يتطلب مواجهتها بكل جدية في إطار نظرة عربية شمولية وتضافر جهود، وليس بطريقة جزئية وفق تباعد الظاهرة وعدمها في البلد الواحد، باعتبار أن ظهور تمشي الطاقة والبطالة وما سيصاحبها من علل اجتماعية قد تتجاوز قدرات بعض البلدان العربية وتتخطى حدودها الجغرافية. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها البلدان العربية في مجال نهوض التشغيل، فلا تزال أسواق العمل العربية تعاني من العديد من التحديات، نذكر منها ارتفاع معدلات نمو السكان والقوى العاملة وتراجع الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي واختلال التوازن بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والاحتياجات الفعلية لأسواق العمل سريعة التغير، إضافة إلى محدودية فرص انتقال العمالة العربية وغير ذلك من العوامل. ومما لا شك فيه
أن مجمل أجهزة التشغيل بغض النظر عن تسميتها أو تكوينها أو تبعيتها فهي في الحقيقة لا تخلق فرص عمل، بل إن هذه المهمة تقع على عاتق المنشآت الاقتصادية وعلى أصحاب المبادرات القادرين على ترشيد مختلف قطاعات العمل. وتكون أجهزة التشغيل في الواقع عاملا مساعدا ومرصدا لاتجاهات التشغيل والإطارة ومؤشرا بشأن التوقعات والاحتياجات العمليه للتخصصات والكفاءات الواجب توفرها بالزياده او بالنقص في ضوء المتغيرات والتطورات التقنيه والتكنولوجيه واتجاهات الاستثمار الذي يتطلب توسيع مهام واختصاصات هذه الاجهزه وتطوير ادائها لتمكينها من تحقيق المعادلة بين جانبي العرض والطلب على القوى العاملة وتقديم الدعم المناسب لمختلف قطاعات الإنتاج ولطالبي العمل، وكذلك تحديث أجهزة الإرشاد والتوجيه المهني لمواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتقنية وتحليل الاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل، ووضع سياسة توجيه مهني مناسبة لأداء وتأهيل الشباب مهنيا وتنمية ثقافة العمل المستقل لدى الناشئ. السيدات والسادة، لقد كثفت المنظمة جهودها في مجال التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، نذكر على وجه الخصوص الوصول إلى أعلى القمم لاتخاذ القرار على المستوى العربي، ألا وهي القمة الاقتصادية والتنمية والاجتماعية الأولى في الكويت 2009، والتي اعتمدت على الدوحة والفترة 2010-2020 عقدا عربيا للتشغيل وأقرار البرنامج متكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية وست مشاريع منبثقة عنها. كذلك تم عقد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل بمدينة الرياض في فبراير شباط 2014 بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ومختلف الجهات الفاعلة في مجالات الاقتصاد والمالية والتربية والتعليم والتدريب المهني ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من أجل إيجاد توافق فيما بينها بين مختلف هذه الجهات لمزيد من التنسيق وتضافر الجهود لوضع وتنفيذ السياسات والنماذج التنموية المناسبة لأوضاع وخصوصيات المنطقة العربية، حيث تحقق التوافق المنشود من خلال إصدار أعلان الرياض للتنمية والتشغيل الذي يمثل خارطة الطريق لتحديد متطلبات واحتياجات وأولويات التنمية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي لما بعد عام 2015. سيدات والسادة، وفي الختام يسعدني أن أعرب لكم من جديد عن الشكر والتقدير لمشاركتكم في هذا النشاط الهام، مع أطيب التمنيات لكم جميعا بطيب الإقامة ولندوتكم كل التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات عملية تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة منها للنهوض بالتشغيل من خلال بوجه خاص تطوير مكاتب منظمة التشغيل بمزيد من التعاون والتكامل فيما بين البلدان العربية. شكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكون مغمورا بالفرح والسعادة، لكن ما يلبث أن يصطدم بمشاكل التشغيل والتوظيف، وإذا لقي وظيفة يصطدم بمشكلة الاستمرار في هذه الوظيفة في تمكنه وتأهيله من اكتساب المهارات التي يحتاجها مشغله. لذلك الحديث يدور عن جاهزية الفرد المتخرج من المؤسسات، وهنا المقصود مؤسسات التعليم وتحديدا التعليم المهني والتقني والتدريب. تحدث عن مركز تدريب اللي تابع لوزارات العمل، عن المدارس الصناعيه اللي تابع لوزاره التربيه، كليات التقنيه والمعاهد الفنيه لوزارات التعليم العالي، وكل ما يتعلق بهذه المؤسسات. والانضمام الى سوق العمل هنالك مشكله. ايضا الحديث هنا يتم تشخيص الداء. الحديث يدور عن تخريج الشباب وزجهم للانضمام الى عالم مجهول،
هو ليس عالم مجهول للوطن وللدولة، لكنه مجهول بالنسبة للفرد الذي يلد إلى هذا العالم. لا يعرف عنه شيئا. نحن بحاجة لتعليم الشباب مهارات التواصل والابتكار بعيدا عن التلقين والتحفيظ، ولا يجب أن نفترض أن كل هذه المهارات هي موجودة بالإنسان بالفطرة. خير استهلال الحقيقة مثل لو الحضرات على الطلاع في مثل صيني شهير أنه كيف التعليم والتدريب والتوجيه ممكن يبدو الإنسان أو يكتسبه، هو بدلاً من أن تعطي الرجل سمكة أن يأكلها في يوم، علمه كيف يصطاد السمك ليضمن الأكل مدى الحياة. يعني لا تركز على الفرد فقط في مهارة أو في مركبة معينة، أعطيه البانوراما السبيكتروم الطيب الواسع وهو يعرف فيما بعد كيف يختار. بداية يعني لن نأخذ كثيراً في تعريف منظومة الإرشاد التربوي، لأن الحقيقة منظمة العمل العربية، منظمات ذات علاقة، يونسكو، منظمة العمل الدولية، البنك الدولي، معظم منظمات عرفت الإرشاد التربوي. هناك خلافات مرات في التعريف بالإنجليزي والعربي كلمة جايدنس أو كونسلينج أو فوكيشنال، هو الحقيقة كلها منظومة واحدة. أنت تتحدث عن مرافقة الفرد من سنوات عمره الأولى في المدرسة وانطلاقا إلى الجامعة وحتى انطلاقا إلى ما بعد المؤسسة التعليمية حتى يكون في صف العام. فهذه هي المهم. إذا الإرشاد والتوجيه بتعريف العام هو بوابة حقيقية لفتح آفاق العمل والتشغيل لفئة الشباب. كيف؟ من خلال امتلاك محاور وآفاق التكنولوجيا الحديثة. التعريف النظري، وسنحاول أن نبتعد عن النظري كما تفضل لك وإن كانت المحاضرة النظرية، بس هو جملة البرامج التربوية والعلمية وعمليات التطبيقية الهادفة إلى إدراك الشباب بذلك. عندك تفوت بترتيبات، يعني انتهى عصر أنك تعلم الشاب مهارة وفقط، الآن حتى تعلم المهارة يجب أن تعلمه القضايا المعرفية المرتبطة بهذه المهارة، وإلا سيكون إذا تغيرت هذه القطعة التي يقوم بأدائها في الحياة العملية، إذا تغيرت من مادة إلى مادة أخرى وليس لديه المعرفة العلمية الأخرى لن يستطيع أن يكون. لذلك نتحدث عن إمكانات وقدرات تتعلق بالجسم، بالبنية وقدراتها، بالعامل النفسي والذهني، بالناحية العقلية، بالناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية، لأن الإرشاد في بعض الحالات كما سنرى هو بحاجة إلى تمويل لأمور التمكن. بالنسبة للتشغيل وضمن منظومة التعريف منظومة الإرشاد والتوجيه، أثرت كان في عدة تعريفات زي ما ذكرت سبق أو عدة مصطلحات مرتبطة بهذا النظام، أشار إلى ثلاثة تعريفات. الإرشاد الوظيفي اللي هو يركز على تحديد قدرات الفرد ويعمل على تطوير وتنفيذ خطط العمل المتصلة بمسارات العمل، خطط العمل اللي هو Employment Counseling، أو الإرشاد المهني الكارير كونسلينج يركز على الأهداف بعيدة المدى، يعني يركز على سني عمر الفرد المتخرج أو اللي بحاجة إلى أو طالب العمل. يمكن تقديم الأشخاص العاطلين عن العمل أو الباحثين عن عمل، أو يقدم للأشخاص اللي ملتحقين بالعمل لكن يثبت وجودهم بالعمل. بمعنى آخر أنت لا تكتفي بأن الإنسان يلتحق بعمل ويسير عليه، لأن معرفة التقدم في التكنولوجيا المتسارع تتحدث أنت عن تغيير في مسارات العمل، وبالتالي أنت تتحدث عن تغيير في المهارات التي يجب أن يكتسبها الإنسان. الإرشاد الخاص بعد التأهيل هذا مفهوم خاص، وهو اللي هو Rehabilitation Counseling، يركز على قضايا ويجب أن لا نهملها دائما، قضايا متعلقة بالأفراد ذوي الحاجات الخاصة و
وأنا لا أحب أن أركز يعني مع الاحترام أن أقول والمرأة، لأنه المرأة من وجهة نظري هي مركبة رئيسية في العملية التجارية وفي القوى العاملة، ويفترض أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع الشاب بغض النظر الحالات الخاصة سواء كانت للشاب أو للفتاة. ضمن هذه المحاور نتحدث كما أسلفت لكن هون بتفصيل توجيه طالب العمل اللي بده يدخل للمرة الأولى، بفهم شو قدراته، وهذا بالمناسبة مراكز الإرشاد قد تكون مستقلة وقد تكون تابعة لمكاتب التشغيل في الوقت، قد تكون تابعة للحكومة وقد تكون تابعة للقطاع الخاص، قد تكون موجودة بوزارات وقد تكون موجودة في مؤسسات أخرى. نتحدث عن مساعدة طالب العمل، نتحدث عن تنسيق لتدريبه، وأنا أتحدث عن التنسيق لتدريبه لأنه مركز الإرشاد ومكتب التشغيل لن يقوم بتدريبه، هو ينسق لتدريبه، بمعنى هو الجسر الذي يقوم بالمهمة بين طالب العمل وما بين مقدم التدريب وما بين جهة مقدمة التشغيل فيما بعد. لذلك بقول التنسيق لتدريبه مهني، التنسيق لإعادة تدريبه أيضا لأنه في سوق العمل بحاجة ليه، إنه أدت التغيرات التكنولوجية والسارعة إلى ضرورة أن يكتسبوا مهارات، ومساعدته في الثبات في عمل الحاجة. هون يتحدث عن لقاءات إما مع فرد كفرد أو مع مجموعات لتثبيت أمورهم بعمل. يجب بالانطلاق أن أميز بين بعضين في العلاقة بين مكاتب التشغيل ومراكز الإرشاد. من دراساتنا، وأنا أتحدث عن دراسات ليست أكاديمية، يعني إذا تسمحوا لي بالتواضع أقول لك أنا كنت مدير عام تعليم مهني وتقني في وزارة مسؤول مدارس مهنية وكلية تقنية، والآن أنا مدير شركة فيها أكبر عدد من العمال في فلسطين، شركة كهرباء تعطي في قطاع الكهرباء لثلث الضفة الغربية، في عندنا مركز، فأنا بقدر أقول إني بستطيع إني ألبس القبعتين. لا يوجد فرص عمل بالمنظور، لكن المستثمر إذا اطمأن إنه في قوى بشرية فنيين مؤهلين إنه يقوموا بإدارة خطوط الإنتاج بيستثمر، سواء المستثمر أو الرأس المال المقيم في البلد أو الرأس المال الخارجي. إذا شعر إنه أنا بجي على البلد وبلاقي إنه أنا فيه إمكانية إني أجيب خطوط إنتاج ب50 مليون دولار لأنه فيها أيدي عاملة مؤهلة، أنا بجيب وبشغل. بس الآن ما في، يعني بيجي ناس كتير، بيجي أول ما يسألك يقول لك الخبراء اللي معك، على سبيل المثال معلش وهذه مهمة جدا دكتور، إحنا الخبراء اللي بنجيبهم لأي مصنع على مستوى فلسطين بنجيبهم من الخارج، حتى يجي يومين أو ثلاث أيام بيكلف 30,000 دولار، بينما لو عندك أنت واحد موجود في السنة بياخدش 10,000 12,000 دولار على واقع الدولار بالشهر. فلذلك التعليم والتدريب والتأهيل فيحفز ولا يقلق فرص العمل، لكن بيكون طريقة غير مباشرة يحفز المستثمر أن يفتح العمل وبالتالي يأخذ توفر رأس المال. في البداية أنا أشرت إلى حقيقة نحن بحاجة إلى صناديق، إلى كل الأخوة والآخرين الجم، صناديق وطنية تقدم دعم لإنشاء العمل الخاص وتسترد حتى غير المستفيدين يستطيع أنه يعمل فيها. الأخ من البحرين الأصل أن يبدأ الإرشاد في المراحل المتقدمة التعليم، نعم، وهذا اللي أنا أشرت له في الجدول الخاص في مستويات التعليم المختلفة، عشان هيك أشرت أنه في المرحلة الأساسية تتحدث عن قيمة العمل، في المرحلة الثانية تتحدث عن مهارات عمل، فيما بعد أنت تتحدث عن تفصيل. أنا أؤيدك تماما أنه يجب أن يرافق الفرد في سنين عمره المختلفة. والإرادة السياسية أنا بأيدك تماما، نحن بحاجة إلى إرادة سياسية. الأخ من السودان نحتاج إلى مبادرة كلية، تمام، هذا كلام أكيد، ما لم تكن الدولة منخرطة في كافة قطاعاتها ومؤسساتها وأجهزتها لن يكون هناك، يعني ليس فقط التعليم، وزارات التعليم هي فقط من سيعمل نهضة الشباب والرقي بهم. وأنا مع إنه استخدام قطاعات مثل الزراعة وما شابه لتشجيع توجيه الشباب. الأخ من سلطنة عمان ينبغي أن ندرس مفاهيم المهني، نعم، هناك في العديد من الدول العربية للعلم أضع المشروع اللي تفضلت فيه، مشروع على سبيل المثال منظمة العمل العربية الدولية ILO بتعطي برنامج اسمه CAB Know About Business لبعض الدول فيه كتنفذ، تعرف إلى عالم الأعمال، هو يأخذ الطلاب في المرحلة الثانوية العليا وفي المرحلة الجامعية كيف تدير عملك، كيف تعمل عمليات المحاسبة، الترويج، التسويق، كل ما ذلك. وهناك قصص، لكن مع الأسف لا يوجد رغبة سياسية في بعض الدول العربية. حسب ما أنا كنت على تواصل مع الإخوان في جنيف وبيروت،
رافضين انه يدخلوا هذا كمساقات اضافيه لانه يتضمن بعض الالعاب، يقول لك احنا لا ما بدنا، يعني لانه جزء منه انه في المحاضره او في الحصه اللي المعلم بيحط الطلاب بشكل دائري ممكن يلعبوا العاب معينه لاكتساب مهاره معينه، تم الرفض هذا الامر. هذا الامر بالذات اراده سياسيه مره اخرى. بالنسبه للوقت من مصر يمكن بنطبق نفس الشيء، انا مع انه نستهدف الفرد من سنين عمره الاولى بصراحه نخلي قيمة للعمل، ومع الأسف أنا اطلعت على بعض المناهج كتير تفتقد إلى مقاربة ومعالجة التدريب أو التوجيه المهني في مناهجها، فقط بنعطي رياضيات، ماثيماتكس، فيزياء، علوم، ما بنرصده حتى في ضمن هاي المساقات، مش مساق لوحده يكون في ضمن هاي المساقات. للأخ من المغرب أنا أعيدك فيما تفضلت فيه، أعيدك تمام، لكن بالمحاضرة إذا بتسمح لي بس يعني ليس دفاعا لكن توضيحا، تتبع قطاعات الواعدة كان في بعض الأشياء إنه المكاتب بدها تتفحص وين في مهارات سوق العمل مسكر أمامها، إذا بتلاحظ إنه صعوبة الإدماج، حتى تعرف المهارة اللي فيها صعوبة الإدماج أنت بحاجة لتعرف المهارة التي سهولة الإدماج فيها، وهذا يجيب على بعض اللي تفضلت فيه. أنا جبت سقط الدول وكنت خايف من المداخلة، مع ذلك رديت إنه ألمانيا والسويد وهي كان هدفي نأخذ قصص، ليس بالضرورة أن نستخدمه، وإن إدراكي الكامل أن سوق العمل والاقتصاد في هذه الدول يختلف عنا، مع أن تأكيد أن ماليزيا لا تختلف ثقافة ودينا وقربا، وكانت أفقر من دولنا، بعض دولنا العربية في الستينات، لكنها الآن ناضجة في التصنيع. بأمل أني أكون أعطيته أنا كمان مرة، بأكد أنه هذا الواقع، يعني إذا أخذ دقيقة أخي أستاذ ضايا، أنا أرى إذا بدنا كمان يكون في أشياء واعدة، ولا أعتقد، وأنا بشكر منظمة العمل العربية لأن هي منظمة العمل العربية تعمل على العمل والتشغيل، لكن بعض القضايا المحاورة اللي تفضلت بها تحتاج إلى وزارات على سبيل المثال التربية، وزارة التربية حتى تتقن وتتيقن بأنه مطلوب في مناهجها منذ الصفوف الأساسية الأولى أن تضع هذه المحاور حتى الطلاب يكونوا على قدر من المعرفة. وشكرا. هي اللي بتحدد التوجهات أو بتحدد دور المكاتب دي وإزاي المكاتب دي تشتغل وإيه المجالات اللي هي تشتغل فيها، ده طبعا جانب مهم جدا. الحقيقة طبعا لو حضرتك يعني طبعا هو عشان الوقت المتاح طبعا قليل، فلو حضرتك رجعت الورقة اللي أنا حطيتها هتلاقي إن أنا اتكلمت عن إن وكالات الاستخدام الخاص ليها بعض المساوئ اللي أدت إلى ما يشبه العبودية فعلا، وقلت إن بعض التقارير الدولية اللي صدرت سواء عن منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية أو حتى تقرير الأعمال اللي صدر عن مجموعة الدول الأسيوية بيتكلم على إن بعض هذه الوكالات بتؤدي نتيجة ما تقوم به من أعمال إلى عبودية حقيقية موجودة، ومنها على سبيل المثال إن العامل اللي بيعمل في بعض الدول ومنها بعض دول الخليج للأسف، وطبعا احنا نأمل ان الكلام ده ما يبقاش موجود، ان بعض العمال اللي بيشتغلوا هناك بيبقى ما يقدرش يغادر حتى لو ما عادش عايز يشتغل، فبيفرض عليه الإقامة او ان هو ما يقدرش يخرج من هذا الإطار، فده بيؤدي الى نوع من انواع العبودية، ودي ممارسات يمكن يعني اتكلمت عنها بعض وسائل الإعلام العالمية بخصوص احدى الدول اللي احنا مش هنتكلم يعني عنها بالذات في اعمال انشاءات بتتم لمناسبة رياضية كبرى. هنتكلم يعني كمان عن عدم اشراف الدولة اللي الاستاذة منى اتكلمت عنها. الحقيقة المقصود ان انا ما يبقاش عندي مكاتب تشغيل عمومية اللي بتاعت الدولة وعندي مكاتب تشغيل خاصة والعمومية تشرف على الخاصة، إنما يبقى في جهاز آخر تابع لوزارة أو لوزارة العمل هو اللي بيشرف، عشان ما يبقاش المكتب العام ده اللي هو المفروض إنه بيتنافس أو بيتكامل مع المكتب الخاص حسب النموذج أو حسب المعايشة اللي احنا بنتكلم عنها، يبقى هو بيتنافس معاه وفي نفس الوقت بيشرف عليه فيقدر يحرر له مخالفات فقد يؤدي إلى إعاقة عمله، إنما يبقى ممكن يكون في جهاز موجود في الدولة في الوزارة بيشرف على الاثنين مع بعض، يشرف على الجهاز الحكومي ويشرف على وكالات الاستخدام الخاص، أو لو أنا مش عايز أشرف على الجهاز الحكومي باعتبار أنه تابعي وأنا أشرف عليه يبقى أنا عندي جهاز وكالات الاستخدام بعيداً عن